أهلا وسهلا. البيت اللي فيه كتاب في قلب، الكتاب خير جليس، وإذا عندك هالخير جليس بيجي صديق، وإذا ما في صديق الكتاب وحده هو الصديق. ننتبه كيف أنت بتكون عندك سكينة وعندك رواق وعندك، مش قاعدين كل الوقت وعم نرجوف، ما عم بشوف حدا بيقوم مثل العرب بيطلع من البيت إلا المرأة صارت عم بتهز مثل الرجال، والرجال عم بيهزوا، والولاد عم بيهزوا، كله هزوا عزوا لز. منين عنا الطاقة؟ ليه ما في سكينة؟ قال له be still and know that you are God. خلص هيدا هو العلم. رح اقرأ عناوين هالكتب ومحمد كيلاني رح يحكي عنه. Evolution of the Dinner Table، صورة المائدة والمسيح هيك، خذوا كله، هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي، ونقول هلا الطعام ما فيه. Dream Diagnosis، أنا بصرت بنومة لو بتشوفش حلمت، حلمت فيك. هلا العهد الجديد اليوم، ولادة إنسان جديد. Visions of a New World، العالم الجديد، مش إنه ناطرين المهدي والمسيح ليجي، هيدي رموز. انت ناين ستار كي، اي نجم انت خلقت واي نجوم اجت معك، مين اللي اجا وقت اللي خلقت، ومين بيكون وقت اللي عم بيدفنك، وقت كان عم بيدفن الزاني الحبيب ليه مش على راس اجريه صبيع. Forgotten words، وفيك انطوى العالم الاكبر، ليش نسينا هالحقيقه. Don't drink your milk، ما بقى في حليب، حليب الأم منه حليبك بقى، حليب بلاستيك، وهي صدرة أهم منك. هيدا الصدرة اللي بعبر عنها، صدرة وصرميتها، وترتق بالصرمية والمجوهرات. العوالم the other worlds الموجودين لحن كلهم فيك. greater view، كيف نظرتي بدها تصير أكبر وبعيدة، ما بدي أطلع قديش هيدا معه، كيف ان عيونه قديش معه مصاري وشو بيشتغل ومين بيه ومين هيك. يا سارية الجبل، فن السلام، السلام عليكم 11، وعليكم السلام مش واو واو، انتبهوا بهال 11 و3 و11 بسواقط الفاتحة، هالأحرف مش موجودين. من سمائهم تعرفونهم، قال له سيدنا عثمان زيني بعيونك وجاي، والجواب والعلاج the cure is in the kitchen، بس تقول اخ بتفوت على المطبخ، لحو المطبخ الطبخة النبوية. كل بيعرف في كتاب اسمه The China Study، كل بيعرفه، ما بتصدق قديش عم بيتعذب اللي كتبه هلا، الكل عم يهجم عليه والكل عم يحكي عليه، وانت دراستك وانت مش عارف ايش وكذا وهذا، وهو ببساطة فرجة أكبر دراسة طبية عملت في التاريخ، إنه هالشعب الصيني كلياته شو عم ياكل، والشعب الأمريكي شو عم يعمل، والشعب الصيني لما كان فقير شو كان عم ياكل، ولما صار غني شو صار ياكل، كيف ما كان في عنده مرض، كيف السرطان والسكري والضغط والكوليسترول، هاي الأمور كلها دخلت فيها. وأمريكا لهلا الـ FDA عم بتقول نفس الحكي، لا لازم تاكل بروتين، لازم تاكل هذا، لازم تشرب حليب، لازم تعمل كذا. شو هالكذبة؟ كيف يعني بلشنا نقرا بس بدنا بسرعة 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 حتى يكون في وعي، لأنه عم ندفع الثمن كثير، وهلا دفع الثمن بيصير أقوى وأقوى، لأنه الزمن عم بيصير أسرع وأسرع. شوفوا أينشتاين شو حكى على الزمن، وهالعلماء شو عم بيقولوا، كيف فاريبل بيتغير من وقت لوقت حسب الشكل، حسب وجود الكوكب وين، حسب هاي الامور كلياتها. فشعب امريكا اكثر شعب عنده اوستيوبوروسيس، هشاشه والمفاصل روماتيزم، اكثر شعب في العالم عنده هاي الشغلات، وهم اكثر شعب عم بيشربوا حليب وبياكلوا اجبان والبان. والاف دي اي شو بتقول؟ كلوا اجبان والبان واشربوا حليب حتى تشيلوا مشاكل العظام. مين الذكي مين الغبي؟ ف don't drink your milk، إذا كان في حدا لسه عنده استكبار إنه هدول شو عم يحكوا، يقرأ، وقبل ما يقرأ يتفرج حواليه ويشوف شو اللي عم بيصير. يا حرام كل الستات يلي بيصير عندهم هشاشة، الدكتور بتاكلي بتشربي كاستين حليب، واحدة الصبح وواحدة المساء ومش عارف إيش، وبتلاقي بتاكل لبنة وبتاكل كذا حتى تزيد الكالسيوم، وما حدا عارف إنه الحليب والأجبان عم تسحب الكالسيوم مش عم تعطي الجسم كالسيوم. البقرة ما بتشرب حليب تجيب حليب، بس فكروا بقى الطبيعة يا جماعة، نرجع نفكر مثل الحمير،
مثل البقر، مثل الكلاب، مثل البصينات، شو بياكلوا؟ اللي بلبنان بأمة العرب رو كتب كمال جملات. بس كل واحد يطلع على هالسنان، شوف الاسنان لشو مجهزة تاكل وياكل مثل هيك. عندنا أربع نياب بس. لحم قديد مرة في الأسبوع كان ياكل الحبيب، حيث لا نار ولا ماء ولا كلام، كل ثلاث أشهر بشوف نار ببيته. ما كان يقعد يهز هيك. أنا بس شوف حدا عم بيهز هيك بعمل له ديليت وبلوك. خلصنا. راسك ها؟ شو السبب؟ عند اوشو ما حدا بيفوت بيطلع بيقولوا لهم مين شو صار؟ اوشو كلهم بيعملون سكند كلاس ثيرد كلاس في مجلس شورى بسكينه، هول بيقرروا مثل الخلفاء، وهوديك وهوديك برا لان عقلتهم بيجروا. عقلك مش هون. Go beyond the mind to the mindfulness. بقعد ست سبع ساعات انا هون على الارض بحط القاعده وبفتح تمي، العرب بيفتحوا القاعده وتمون وبيهزوا بيرجوا. هيدا اللي وصلنا مطرح ما وصلنا. ما بقى في تواصل، ما في صلة الأرحام، في صلة المصالحة المصالح. ف بهالمراقبة بهالتأمل بس أتفرج حواليي بس أشوف فورا بصير أميز مثل الولد الصغير. الأطفال كلهم عندهم الفطرة، بتفرج بقول لك ديفيد هيوز بيقول يو كانوت كون ا تشايلد، ما بتقدر تضحك على طفل، مش الطفل بعد ما تبرمجه، قبل ما يتبرمج لما يكون صغير بتفرج هيك في وجهك بتحس بملامحه لما يكون عمره اشهر وهيك انه فاهمك، حاسس كيف انت حاسس، ما بتقدر تضحك عليه لسه بعد ما عنده الفكر وعنده هاي الشغلات يلي بنضحك عليها. وكل واحد نكون متاكدين انه المشاكل يلي موجوده عند البشر 99% منها تكونت في الاشهر الاولى بعد الولادة. فعشان هيك كل واحد أقوى تأمل لما أسير أرجع بهالعاطفة لورا 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 لحد ما كنت طفل صغير، بصير أتذكر الوجوه، هاد صيح فيي، هاد عمل هيك، هاد سوى هيك، هاد سوى هيك، وبعرف إنه بذرة المشكلة يلي موجودة عندي جاي من هناك. فضروري كل واحد فينا يتأمل في حاله، لأنه ويلهلم رايخ حكى إنه الرحمة انتزعت من قلب البشر من 10,000 سنة. من 10,000 سنة انتزعت الرحمة من قلب البشر. يعني مش كلمة بسيطة، معناته إنه ما عندنا حب. كل اللي بيحبوا هلا ما في حب. الحب يلي منشوفه زي كيف مثلا لما الواحد يشوف حيوان صغير أو بسة أو كذا ويصير هيك إنه يداعبها بطريقة كتير عاطفية، بنتبه إنه العاطفة هاي هي إنه الإشي الزايد اللي موجود عندي. هذا الحب هو نفس الكرة بوجهين، لأنه الدواليتي دائما مع بعض، اليمين مع الشمال، اليمين مع الشمال، أنا بدي أكون بالوسط. هون الرحمة، هون الحب. بس إحنا ما عاد موجود عندنا، صار اللي موجود عندنا اللي هي العاطفة. العاطفة يلي لو أنا ليش اثنين تلاقي اثنين بيحبوا بعض كثير ودائما بيبعتوا لبعض وبيحكوا مع بعض وهيك؟ بعد فترة على أول شغلة بيصير بيناتهم أكبر خناقة أو بيصير يكرهوا بعض كثير كثير، دائما هاي بتجيب هاي. اللي موجود عندنا مش رحمة، اللي موجود عندنا هلا عاطفة. العاطفة انفعال، مش عاطفة، يا ريت يعني باشن هيك انه تقبر بحبك كثير ما فيني اعيش من هيك. بتجي لعندي بكره هلا صدقني مش عم بتشتي، بجي بحبك كثير. اول واحد بينقلب بوجهك لما يصير في عندك نتفة ضعف. انا بس حدا يقول لي بحبك بتذكر قايين وهي الكذابين كلهم، ما حدا بيحبني الا جسمي وجايبتي والباقي كله كذب، كله بالمطب. بيحبوك لان معك مصاري، بحبوك لانك بدك تساعدهم وتعطيهم، بحبوك لانهم كذابين وانت كذاب. رح اقراها. اكسبكتيشن، ما تتامل خير من حدا ابدا. هالاكسبكتيشن انت اللي عم تعملها. يو هاف اونلي وان ريسبونسبيلتي، عندك مسؤوليه وحده وهي تجاه نفسك انت، انت وكيانك. ما حدا بحبك ابدا. ما تتامل خير وما تنتظر. شو اكسبكتيشن؟ توقع. توقع. ولا بتوقع، ها انتبه، بتوقع بالمطب. ويل بي ان ترابل بيكوز ذي ويل امبوز، كل واحد بيفرض عليك بيتحكم فيك وبتصير تعملوا مجاملات بين بعضكم. ما تساوم، كل ما ساومت دفعت انت الثمن، بصيروا يشتريك مثل السياسيين وانت شو عم يعملوا فيك. ذي ويل كريبل اند بارالايز يو، تنشل بتصير اعراج ومشلول.
حاكم محكوم لألوم. هودي أعدائك. كن حر. Anybody who expects anything from you is your enemy. Beware. كل واحد للي ناطر منك شيء هذا عدوك. ما يكون عندنا أي غاية. ما بدي منك شيء لا أنت ولا أنا. أنا عايزتك لأني بحبك، مش بحبك لأني عايزتها. كلمتين بكبهم أنا، ما بدي حدا. الله عايزنا. مين بدي يكنس له ويمسح له جليله؟ بدي رضاك. خبزنا كبيت يوم، أعطينا خبزنا ولا شحادين. أشهدوا مش أشهدوا وأشهدوا. Be aware, a real friend simply gives you freedom. الحقيقة الصديق، الصديق الصادق والصدوق بيعطيك حرية. كلنا خلقنا أحرار. إجا الحبيب قال كلكم خلقتوا من أمهاتكم أحرار. هالحرية لك شو هي؟ Love gives freedom. المحبة بتعطي حرية. There is no expectation. There is only no desire. ما عندي أي شهوة وأي رغبة. لأنه إذا أعطيتك إياهم بدي أقعد to manipulate you. شو نعملها؟ بخدع فيك. بخدع فيك. Not even indirectly. وين ما كان بالوج بالقفا بالله بنستغيبك. Freedom is the highest value in life. يلي عنده الحرية هي قمة المجد بالعالم. كون حر. ما تعوز حدا. وانت ما تستغل الناس. والا اليوم المرأة بتستغل جوزها، الرجال بيشتغل الصانعة. الصانعة بتستغل الأولاد، والأولاد الكلب، والكلب البسينة، وعشية من عشية المرأة بتضرب جوزها. داري دوري فينا. خلصنا. هي اللي وصلنا مطرح ما وصلنا. كذابين ومنافقين. بدنا صادق. صعب. بعده حامل ديوجين القنديل وعم بفتش على حدا ما بيكذب. قال له ايها الحق لم تترك لي صديق. ما بخطو اي خطوه الا لاكون متاكد انه مش عن عاطفه، مش عن حاجه، مش عن نقص. هالخطوه الوهيه ماشيه. شو يعني الوهيه؟ مثل ما هالحيوانات كل واحد بيلعب دوره، النحل بيلعب دوره، النمل بيلعب دوره، هالإنسان كمان بكفي يتحرك بدافع العاطفة. خليه هالجسد يلعب دوره تعمر الكون، وبننقل حالنا وبننقل غيرنا. فما بخطو أي خطوة غير لأتخلص من هالعاطفة اللي موجودة جواتي. بنعرف قصة الإمام علي كيف ما حرك السيف لأنه تفل عليه، تفل عليه، حس إنه شوية دخل بقلبه غضب، ما بقدر أحركه عن غضب، لأنه بيعرف مجرد ما هالغضب تحرك animation emotion. شو يعني emotion؟ في شيء عم بحرك. مجرد ما تحرك من الغضب معناته رح ادفع ثمنه، لانه دخلت بالكارما. ديفيد هيوز بيحكيها، دخلت بالسببيه. اذا انا كنت الجسد اللي عم بتحركه الالوهيه، يعني انا مسلم جسدي لله وعم بلعب دوري، بس الايد بتلعب دورها، الرجل عم تلعب دورها، اللسان عم يلعب دوره، مش العاطفه اللي عم بتحركه، ساعتها أنا بكون خارج السببية، ما بحمل حالي شيء. بس مجرد ما تحرك من العاطفة معناته في فعل وردة فعل. بغضبك ضربته، رح يجي في يوم من الأيام هو أو ابنه أو مين مكان رح ينتقم منك. نفس الشيء، عم برمي الحجر عشان أجاهد، إذا إيدي اللي عم بحركها الغضب تاعي، معناته حتى لو تحررت اليوم بكرة رح يردوا يرجعوا، بعد بكرة رح نرد نرجع. لكن إذا إيدي عم بحركها الوجود، مثل ما الأسد لما أدخل على بيته بيتصرف، ما بدخلني على بيته، بس هذا دوره، ما بينتقم مني وبيلحقني وكذا، وهذا ما عنده عاطفة. فكل خطوة بعملها أتأكد أنه عم تيجي من هالوجود مش من العاطفة. وهذا هو أكبر سر، هذا هو الجهاد الأكبر. وهلا وقت الجهاد الأكبر. عم نضحك على حالنا، الجهاد ما حدا، نادرا ما يكون في حدا عم بيعمله بصدق، لأنه اللي بيعمله بصدق معناته ما عنده ولا أي عاطفة ولا أي غضب. نتفرج على الأناشيد كلياتها اللي موجودة، غضب الله ومش عارف شو كذا، والغضب 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 والكذا، بنحس كيف كلها انفعالات وعاطفة. وين الوجود؟ وين اللي عم بيلعب دوره؟ اللي عم بيلعب دوره بيأدي دوره وبيحب غيره. شو بحكي القرآن؟ شو بحكي؟ فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اعفي. إذا بتقدر تعفي اعفي عنه وحط هالحب، مثل ما قال المسيح إذا ضربك هذا. بس بدي يكون في علم تأفهم ليش بدي اعفي عنه. بس بدي أعمل دوري. بدي ألعب دوري، بدي مساوم. مش إنه حدا يزعجني واسكت له، معناته عايزته. يعني أنا كذبة وهو عم كذب، خليه كذب. We are manipulating each other. بالوجه دغري سكتي وماني عايزتك ومش خطأ. ما فيني أقول لكم أنا بالبيت شو أحكي كلمتين، مش بفتح الباب بفتح طلع لبرا. ما في. إذا ما عملت هيك بكون كذابة مع حالي. إذا فهمت ما فهمت البنت، يعني الإجرة ما تفرق معي، هيدي ميتة بكبها.
شيلوا الزباله، في كتير ناس نفايات بس وزن بالكيلو، دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض. قال له اجا صحيت، بقول له انا اذا صحيت من السرطان شو بدك تعمل؟ بدي ارجع اكل مثل ما بحب اكل. طلع مع السلامه. بده يكون في مقاومه، بس هالمقاومه لاني بحبك وعم بلعب دوري لازم اعمل هيك. كيف الام بتعلم ابنها؟ كيف الاب بيعلم ابنه؟ مقاومه بس لاني بحبك، هي دوري لازم اعمله. انت عم تعتدي، عم تعمل شيء غلط. مش لانه في عندي غضب ولانه هدول كفار وهدول هيك وهدول هيك، هذا هو اللي قال يكبوا على وجوههم، لانه نيتك من وين جاي؟ وين وين الفهم؟ وين التوحيد؟ ما بقى نفهم، ما بنعرف اللطيفيه، ما بنعرف مثلا قول لازم تكوني على الاتيكيت وهيك ومهذبه، لو كنت عم تغلي كوني مهذبه، هيدي سياسه، هيدا كذب. الام بتضرب ولدها وبعدين بتحطه بحضنها. بلا سكتي وكذبي انت، طلع لبرا. من عزتها؟ ليه بدي اتحمل كذبه؟ ليه بدي اكون عم جامل مجامله؟ بالمدرسه العرفان 40 يوم ما بنكذب، ثاني 40 يوم ما بنجامل، بعدين ما بنستغيب، بعدين ما بندعي الله سنه، اسال الله منه عارف اني جوعانه وعريانه. عيشه بكل لحظه. بعدين يمسبي محبه كلمتين يلا مع السلامه، تريك. بقلة تهذيب قلة ادب انت هيك شفتها، جبار. لك شو عمل؟ بس العرب ما بيقروا، وين في مجلات مثل العادي ودين هيدا؟ خلص راح الكتاب من البيت، حطينا كل هالمجلات اللي بتشوفوها، ما في مجله، ما في برنامج، ما في محطه، ما في انسان قليل كثير فيك تتحاور انت وياهم بسكينه بصمت. انا ومحمد بس نقعد ما في زملاء الكلام، يا بناكل يا ما بنحكي شيء، او انا بقعد على الانترنت وهو كمان ما في كلام. اللي بدي اقوله اللي بدي اقوله بنعرفه، السكينه اللي بتقوى. ما حدا بيفوت على بيتي فاتح رامي ما قدر سرق شيء، كان في يسرق الانترنت الكمبيوتر. اليوم معه انليمتد كريدت كارد، جنس كندي امريكاني هلا اوروبي، تيفوت على الحبس ويقول للناس كيف توقفوا تعاطي المخدرات. لانه اجى لعنده هن بيتعاطوا، فاتوا للبيت لا سرقوا ولا عرف انه في شيء، الخطره. شو لازم تيقرا هالعربي يعني؟ انا عندي عشق للكتاب وقند يعني. بس اتعرف على الضعف اللي عندي من وين جاي، كل ما اجي اعمل شغله عم بكررها، بكرر هالشغله وبعرف من المظاهر تاعتها، دائما الشيء اللي بكرره بلاحظ انه بكرر الواحد بكون مش منتبه، ما في تركيز، نعسان، دائما الشيء اللي بكرره على سبيل العاده انه خلص بلا وعي عم بكرر، عم باكل نفس الشيء، عم بعمل نفس الشيء، عم بحضر نفس الشيء. بس انتبه هالدافع من وين جاي، بس نشوف هالدوافع اللي لنا من وين جاي، نتعرف على حالنا، جهاد اكبر. بس اتعرف على حالي بخلص حالي وبرقي حالي وبعيش الحقيقه والسعاده مثل ما هي المفروض تكون. ضلني انتبه ليه عم بعمل هيك؟ يعني حسيب ورقيب على نفسي. ليش نفس الغلطه عم برددها من ملايين السنين؟ ليش العصفور عم بغرد وانا ما عم بقدر انزل على الجنين وارقص؟ على حديقه، على كذا، على ليش؟ بس هذا السؤال. بدنا الجواب من كل واحد. ليش العصفور عم بغرد طول من الصبح لليل وبروح كل يوم بياكل بروح؟ ليش انا ما عم بقدر انزل ارقص بهالحديقه؟ بس بيقولوا عني الناس، شو بيقولوا الناس؟ بدي رضا الناس، بدي راي الناس فيي. انتبه لما انزل على الحديقه يلا بلش ارقص، بصير اشوف ايش عم بحس، عم بحس انه هذا بيتفرج علي، او عم بحس حالي انه في عندي تعاسه ما عم بقدر ارقص، بصير انتبه لهالعاطفه، وهون دوري اروح اتامل فيها حتى اعرف من وين جاي. لما اعرف من وين جاي بفك هالشفره بترجع الفطره. بسيطه كثير، بسيطه وبنفس الوقت كثير صعبه، لانه بسيطه يعني هالسر ايش هي؟ هالنفس يلي عم توقف بيني وبين اني اعمل هالشيء البسيط، واللي هو يعني هذا الشيء اللي كل الناس عم تركض وراه. ليش الناس بتشتغل حتى تعيش الدريم تاعها، الحلم تاعها؟ ليش الناس بتعمل هيك حتى تعيش الشيء اللي بتتمناه، مع انه الشيء اللي بدنا اياه بس هذا هو؟ بهاللحظه نكون قادرين انه نعمل مثل ما عم بيعمل العصفور، مثل ما الكلب بيعمل، مثل ما البسه بتعمل. هذا اللي بدنا اياه. مين فينا ذكي ومين فينا عم بكرر نفس الغلطه؟ ايه، وين الاحلام يعني؟ نحن عم نحلم بالليل وبالنهار، مفتحين عينينا ومغمضين عينينا، وين ما كنا الحلم لقدام. شفتك شو بدي اعمل؟ مش عايشين اللحظه. كيف تحلم وتشوف اللحظه؟ الحلم بالتحلم كما العلم بالتعلم بهاللحظه. بتذكر ما في، كلنا بدنا نهز وكلنا عم نرجو، يلا يلا بدي اروح، يلا بدي اطلع من عندي دخلكم، هلا انا هون بتعمل هون كل، بتكون عم تسمعوا في كثير اسمه هو ليسنز.
إذا بتقروا هالكتاب ما بتروحوا لمطرح، لا الخوري عم بيسمع لك ولا الطبيب ولا هيديك ولا أمك ولا بيك ولا حدا، كلهم برا، كلهم بيلون هوني. تذكروا قصة الحمار، كيف إجا وعمل له بإيده هيك وهي إيده فاضية ما فيها شيء، عم يوهمه إنه في شعير، هالحمار انتعش صار يلحق فيه يلحق فيه يلحق فيه ومنتعش يعني إنه عارف إنه رح ياكل شيء، وهداك عم يضحك عليه. تذكروا هالقصة لأنه كل اللي حاكمين العالم هلا التجارة، الشركات الكبيرة، عم يستغلوا كل المؤسسات الدينية والعلمانية والعلمية كلها كلها، مطرح ما في وحدة لابسة كراهات كلهم المظاهر كلها بيوهمك إنه في إشي، فانت بتنتعش بتصير تركض ورا هالشيء شو ما كان، سواء كان شغله بتتاكل، سواء كان سياره، سواء كان هذا، شو ما كانت الشغله بتصير تلحق ورا تلحق ورا تلحق ورا بجرك معها، لانه انت بتفكر انه رح تصير وعم ببر لك وانت بدك اياها، بيشتري لك صوتك وبتنتخبه، بمسح الارض فيك 4 سنين وبترجع تروح لعنده بيشتريك. هلا بلشت خادم الحرمين تحط مليارات للناس، انا فت على بيوتكم ما حدا قال شكرا لا ماديا ولا معنويا، شفتوا معجزات إلهية، حطت إيدها وشالت الورمة، ابن الملك فيصل، أنت شو قلت؟ قلت شكرا، أعطيتني شي ليرة أو شي دولار أو شي دينار، هذا اللي بده يصير فيكم، شو عملتوا شو عم تعملوا بالخدم؟ كل واحد خادم الحرمين، هلا الكويت عم تكب مصاري؟ عم ترجعوا بتشترون يعني صاروا مكب زبالة وبتنباعوا؟ ما انتوا أبطى وأسخف لأنكم عم تنبيعوا. بيع وشراء، سلعة صار الإنسان. ما في مبيع. بيع وشراء. مثل الصرمية. نحكي اليوم على طاقة. على هالطاقة، نبلش يعني نحط كم من حل ممكن الناس خلي الناس تبلش تشتغل، تبلش تجرب بهالحكي وتختبر بنفسها. شو هالحلول البسيطة اللي ممكن نجرب فيها؟ بس نتذكر دائما إنه إحنا اللي كالحمار يحمل أسفاره، كالحمار يحمل أسفاره، قد إيه إجا علماء وقتلناهم، وقديش موجود علماء وعم نقتل فيهم، وقيمة هالعلم ما عم نقدرها لأنه إحنا مو جاهزين تنقدر. كيف مات تسلا؟ هلا هذا الكتاب تسلا سيد، واللي حلو كمان الشركة يلي نشرت هذا الكتاب اسمها تسلا بوك كومباني، شركة أسسوها ناس في أمريكا وحطوا كتب كتير قوية، مجرد ما بلش يحطوا هالكتب اختفت الشركة. واحد من العلماء بقول ما بنعرف، اختفت الشركة. شكلهم حطوا معلومات كتير قوية ويلي ماسكين الحكم ما بدهم. تسلا معروف عنه أول جي بي مورغان، واحد من الرؤوس الماسونية وأكبر بنوك أمريكا باسمه وأكبر استثمارات أمريكا باسمه. وننتبه هلا مين دائما جوردن ماكسويل شو بيقول؟ بيقول always إذا كنت مش عارف وين المشكلة ومين رأس المشكلة follow the checks، شوف المصاري من وين عم تيجي، بس دور شوف المصاري من وين عم تيجي، مين الروس اللي معهم هالمصاري، بتعرف إن هدول هم مربوطين بالناس يلي حاكم العالم. follow the checks، الصادق دائما ما بده شيء. follow the checks. جي بي مورغان شاف تسلا انه عالم كتير 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 شاطر، معروف اللي ما بيعرف قصه تسلا من 100 سنه كان موجود، وحط حلول الطاقه كلياتها طاقه مجانيه لكل الناس في كل مكان لكل الارض وللسلام. بس شو عملوا؟ فشو سواها؟ عودي هالقد بتجيب كهرباء وماء وتلفزيون وانترنت بدك اياك تحط على راس الجبل بلبنان، على جبل صنين مدري جبل الشيخ، كلنا كهرباء ببلاش، كل شيء ببلاش، كل شيء ببلاش. مولد واحد بيعطي العالم كلياته، وبعد ما عمل هذا المولد بعديها بكذا سنة قال لا كل واحد بوكس صغير بيركبه عنده وانتهى الموضوع، ما بيلزمه شيء. ما تنسى البوكس تبع التلفزيون تبعنا، رح يكون عندنا تلفزيون نحن بتدفعه بدل $20 $50. هلا عم تشارع هوية هون، قلت له خليل ابو شوارب قال له مستعد، هاي نص مليون دولار وبشتري تي ام تبعه وبيبيعكم اياها رخيصة، بتدفعوه بالرسمة وعندكم تلفزيون بأربع محطات بكل بيوتكم، ما فيها دعاية وما فيها ما فيها كله. كل اللي بيشتغلوا فيها ما حدا بيتقاضى راتب، عندنا مرتبة كلنا. الجوعان بياكل والعطشان بيشرب والعريان بيلبس وكل شيء بيتأمن لنا. أنت ما بفتح عليه بعيش هالسلام وهالطمأنينة. قريبا رح تكون خلص، وعم بتشارع معهم إنه لا تكلف 20 ندفع 22. قال له لا بدنا 50. قال لهم خليل ب 100 مش ب 50. فهي اللي عمله تسلا من 100 سنه، جي بي مورغان شافه شاب شاطر، قال له تعال بمولك، لما شافه عم يعمل طاقة مجانية
هدم له كل شيء عم يعمله. معروف عن تسلا اخر 30 ولا 40 سنه من عمره عاشهم لوحده بغرفه الفندق ومات مديون، براءات الاختراع تاعته اخذوها. فشو المهم، هاي اللي صار بهالكتاب، هذا واحد من الكتب يلي مكتوب فيه شو اللي بيحكيه تسلا. هلا واحدة من الشغلات يلي ممكن كل واحد فينا يجرب يبلش يعملها بالبيت، بس نتذكر إذا ما كنت أنا جاهز تقدر قيمة هذا الشيء، ما عمري بقدر قيمته. العلوم كلها موجودة والعلاج موجود لكل الناس، بس أنا مو جاهز أقدر قيمته. كالحمار يحمل أسفار الحل، هيو الحكمة في كل مكان، في كل شيء باخده، بس ما حد عم بيشوف. واحد موجود في أمريكا برضو من هالعلماء يلي بيسرح الواحد وهم بيسمع لإلهم، بس داخل بالعلم كتير، هذا أكيد بنفتح له باب الروح والهيك، بس كتير 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 بالعلم نابغة، اسمه جون بيديني. هالعالم فظيع حبيبي، كلهم مثل بعض، بده بقول لك أنا اللي بتهمني هالست العجوز يلي بآخر الحي، كل هالناس المستضعفين بدي أحط لهم الحل. وبيعمل أبحاثه، ومن الناس النابغة، مش مثل الناس يلي بيجيب كهرباء وبركبهم مع بعض بيعمل اختراع، لا، هذا كان يطلع على راس الجبل ويشيل حجار معينة ويركب الحجار مع بعض، يوصل فيهم سلاك ويعمل منهم شيء. عنده هالعلم من عنده، طالع من جوا، ما من وين جاي يعني، أولد سول، وين كاين، كيف كان، ما بنعرف. فشغلة سهلة كتير عملها، ممكن أي واحد فينا يعملها بالبيت، دوروا على الإنترنت إشي اسمه بديني SSG، هاي التسمية اللي حطوا لها إياها، لأنه هذا أسهل شيء ممكن يتسوى. شغلة كتير بسيطة، مثل الدولاب، مثل العجل، بحط عليه مغناطيس بطريقة معينة، لما ندور بنشوف كيف هي بالضبط، وبكون فيه زي شوية سلاك موصل الكهرباء وشوية قطع، سهلة كتير، أي حدا بيعرف الكهرباء وبيتعلم بيقدر يعملها. بنوصلها ببعض، وهل الشيء اللي بسموه ملف موجود، وبلف العجل، ببلش يلف العجل. وين سر الاختراع تاعه؟ تتذكروا حكينا قبل هالمرة عن طاقة الذكر، كيف هي طاقة انفجار، تعطيك واحد بواحد، الانفجار دائما هيك واحد بواحد. طاقة الأنثى اللي هي طاقة الشفط بتعطيك واحد بعشرة، السيئة بوحدة، الانفجار بواحد، والحسنة بعشرة أمثالها. النهر بس أوقف بطريقه لازم أعطيه مثل قوته حتى أوقف، بس إذا بدفش معه بندفش بعض. المرجيحة نفس الشيء، دفشة صغيرة بتقوى، دفشة صغيرة بنفس اللحظة الصح تقوى. فعم بلف العجل، بلف العجل، بلف العجل. اللعبة تاعته موجود، بيجي هالمغناطيس بدخل في لحظة وبترك بلحظة. اللحظة اللي بدخل فيها واللي بترك فيها بتفتح بوابة وبتسكر بوابة، بس ايش هالباب؟ الباب هذا انت بتفتحه انت بسكر، بس بنفس اللحظة يلي بتشفط فيها طاقة الأنثى اللي بسموها طاقة الامبلوجن. فبيفتح ويسكر طول ما هو بلف، بيفتح بيسكر، بيفتح بيسكر، بيفتح بيسكر، بس فتحته ما بتدخل طاقة الذكر، طاقة الإكسبلوجن، بتدخل بس طاقة الإمبلوجن. فإيش بيصير؟ عم بحط بطاريات وبطارية صغيرة، هالبطارية صغيرة بتلفف العجل، بس بتشحن أربع بطاريات خمس أضعاف حجمها، يعني واحد بيعطيني عشرة، الحسنة بعشرة أمثالها. فيكتور شوبرجر حكى هذا العلم اللي لازم نمشي فيه، نيكولا تسلا حكى هذا العلم اللي لازم نمشي فيه، وكلهم حكوا نفس الشيء. يا جماعة سيبكم من الانفجار، سيبكم من التدمير، بلشوا بالتعمير، امشوا مع طاقة الطبيعة، تاخذوا أكتر وبتعمروا أكتر. بس السيارة كيف بتشتغل؟ بترول بينفجر، بترول بينفجر، بترول بينفجر. يلي بيشتغلوا على طاقة الامبلوجن هلا عم بيعملوا للسيارة، بسموها الجو سيل، الموتور بدل ما يسخن بيبرد وبيشغل 10 أضعاف، وفي ناس بلا طاقة. شوفوا هالحكي عم بيحكي للعلماء، بس للمساطيل والحمير اللي مثلي بحزب الحمير رح لكم اياها. هالانف مع هي وهي مع هي بتمشوا فيهم، هيدا هو المشي، هيدي المسارات، هيدا الحج، مش هونيك، هون عرفه مش هونيك، مش بالطيارات وبالسيارات، هيدي ما اسمها حضاره. هالاجر مع هالاجر في طريقه التنفس، بتتحكم بها وبتتحكم هي وبتعملها، تقعدوا تقروا، بس تعملوها بتفوت طاقة فيكم غريبة ما بقدر لكم، لازم تختبروها. هاليومين هو معي بالبيت أنا وياه، ما فيني لكم شو عم بصير، حتى اللي إجوا الحمير اللي ما بيفهموا شيء قالوا لي شوفي طاقة مع طاقة.
energy with energy. يتكلم الحدد والحجر والحديد. قال لهم خذوني عند اخوتي شهداء احد، هذا الجبل بحبنا والمسيح وكلهم شافوها وانتم بتشوفوها، بس بدنا نقرا يا اخوتي. صحح عيني اذا جيت لعندك. هو سؤالين، اسال شيء بامه العرب. 99% اموات بدكم دفن، ما بقى في ناس تعرف تدفنكم، رح تطلع ريحتكم وزنختكم هيك طالعه على الحال، مشان هيك بترش عطر ب $100,000. ما عندكم بقى عطر. اللهم عجل بالدمار الشامل، دمار الجهل، نفتح اللطيفية، فينا نوقف الحرب إذا في واحد بالمليون. واحد بالمليون مثله. بس مين عم بفهم عليه؟ نحن بلبنان 4 أو 5 بس. وأتحديكم مشان هيك مين بيسترجي يحاول هالمرة؟ بيل والشمسية، الجيفة والخليفة وكلكم، أسئلة سخيفة ما بطلع مع حدا. بس العلم موجود بهالكتب، بأي كتاب من أي صفحة خذوا. قال له بلغ آية، هيدا العربي قال له يا أخي العربي عندك سؤال؟ قال له لقد اكتفيت بالذرتين يا رسول الله، من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر. أتوم. بس ما حدا عم بيقرأ. اللي بيقروا 95% من العرب بيفوتوا على كتب البورنو وكلمة فياجرا. سو الشون نطلع من هالكذب، خلاص مخدوعين زي ما حكينا، لأنه هالسعادة هالفرح هالجوي اللي موجود جواتي انسحب مني بسبب هالناس اللي عاملين سيطرة في العالم، وهم عم بيلعبوا هاللعبة لأنه عارفين حيوصلونا لهالمرحلة. إذا وصلت لهالمرحلة حصفي بس بتفرج على البورنو، بس بدخل على المسلسلات، بس بحضر فيديو كليب، بس بركض ورا الحلويات. عارفين عارفين انه مجرد ما اشتغلوا فينا بهاي الطريقه، مجرد ما تبرمجنا بهاي الطريقه حنصير هيك. وهيك العرب مستعبدين هلا، هيك العرب كلهم عندهم العزه الكذابه هاي والانا والرجوليه الكذابه هاي. بلا ما نضحك على بعض مبينه يعني، خلص انكشفنا وانفضحنا فستق فاضي. فخلص هي اللي بيشوفها، هي اللي عنده الكشف وشايف قديش انا سخيف، يعني حامل هالمليارات ومخليهم للمستقبل. بعرس بنتي 50 مليون وفي واحد عم بيموت ما معه خبزه ياكلها ببلدك. وبجوز بنتي اللي انا بدي اياه، وبجوز ابني وهو جاي وبيعرف انه ما في قرب ليا، وبتجيب اولاد وبيسكت. هذا عالم كمان نفس الشيء، استاذ كثير من الناس، يعني كثير في ناس. يا الله اسمه ألبرت أبرامز، برضه عاش قديم كثير. في عالم عربي ولا واحد، كلهم وممنوع دخول العرب بس يكون في مؤتمرات. بفوت انا باسم بي سبيس وبيعرفوا اني عربيه، والعلم عن القران ومحمد وابراهيم وعلي، بس ما بيقول محمد او محمدا. لعنة الله على الرسول عليك، انت محمد لازم تقولي محمدا. والعلم العرب موجودين، بس مين فينا بيقدر وبيقرا؟ حدا شاف جابر بن حيان شو حاط؟ بالانجليزي موجود اكثر من العربي. فوتوا شوفوا جبر، جي اي بي اي ار، شوفوا شو كاتب، شوفوا شو عنده علم. جابر ابن حيان ما درست بالعراق، وين فاتوا العرب دغري؟ بس فاتوا الامريكان على المتحف وعلى المكتبه طبعا، الاسكندريه حرقوا العلم اللي عنده. الالكيمي اساسياتها كلها هو حطها، بس احنا وين؟ مين سرميته اعلى من الثاني كعبتها؟ وين منشيل الكبت يلي موجود جواتنا؟ منتعرف على العاطفة اللي موجود جواتنا؟ كل هذا بروح، ما بقعد عندي حاجة أحضر مسلسل، ما بقعد عندي عاطفة، بصير عم بلعب دوري مبسوط، عارف أنا ليش جاي وبعمل اللي أنا جاي عشانه. هالطاقة يلي موجودة عندي حرام. بس بلا ما يصير هالدمار الشامل، بلا ما يشوفوا هالمصايب، ما رح يقعوا اثنين ثلاثة. ليش بدنا نوصل لهالمرحلة؟ ما في مجال، بعدنا قايين وهبيل لهالدرجة أغبياء. ليش نوصل لهالمرحلة؟ كل واحد يعمل اللي عليه بنشيلها، بنعمل لطيفيه، ما بيعرف خلص. بس هلا كل واحد يعمل اللي عليه. اموات يعني عم نحكي مع 99% اموات، ما نضيع وقت، ما نضيع وقت. انا هيك حسيت يعني امبارح كنا عندنا جلسه بالبيت، سكت قلت له لهيدا هيك انجمد وطلع لبرا. نحن ثلاثه او اربعه شو جايين فاتحين مطعم تناكل؟ قعد بين كمو وحكي، ما رح تلاقيه مثله، كل امه العرب ما في، ما ممكن. وخلقان هون يعني معه مليارات تيساعد فيهم، اموال كندا امريكا كلهم هول بيعملوا مؤسسات انسانيه. ما لقى ادمي الكذابين، بدي حدا
اعطيني 10% دغري بعطيك هيك بس تشترك معنا ولك ربح ولك هيك. قال لي ما لقيتهم كلهم كذابين، رجع على كندا وهيك، قلت اطلع معي. زي كل هالعلماء اللي ببلشوا بالفطره، البرت ابرانز سموه بالاخير، صاروا يسموه ذا فادر اوف راديونكس. راديونكس ايش هو؟ طبعا في ناس بيستغلوا بالهبل، بصير بقول لك تعال بندول وتعال كذا، لا ننتبه. كيف بالعلم الطب الصيني بيعرفوا مسارات الطاقة كيف تمشي؟ بيعرفوا هالإيموشنز تاعتي كيف بتأثر مسارات الطاقة؟ وشو هالطاقة اللي بتمشي وين بتروح؟ وين بتشد وين بتنفك؟ هذا أساس علم الراديونكس. نفس المبدأ وموسع كتير كتير واسع. كيف بلش يشوف؟ كان في واحد أو كان واقف هو انتبه على شغلة غريبة، هيك بلشت. شاف هون منطقة المعدة بس أنا أطبل عليها طريقة هيك خفيفة، بسمع صوت مثل الطبلة مثل الطبلة. طيب بعدين شو انتبه؟ لاحظ شغلة، إذا كنت أنا اتجاهي شرق غرب الصوت بكون غير عن لما يكون اتجاهي شمال جنوب. إيه طب مجرد ما أنا عملت هيك غيرت اتجاهي اختلف الصوت؟ شو هالإنتراكشن يلي عم بيصير بين الطاقة مع طاقة الإنسان يلي غير صوت المعدة مجرد ما أنا كبست عليها غيرت الاتجاه. بعدين بلش ينتبه على شغلة تانية، صار يشوف إنه إذا كان واحد عنده مشكلة بالكبد هالمنطقة مثلا، مش منطقة الكبد مش على الجسد، لا منطقة معينة بتكون محددهم بالكتاب تاعه، إذا طبلت عليها الصوت بكون مجوف إذا كان في مشكلة، إذا ما كان في مشكلة بكون الصوت طبيعي، إذا كان في مشكلة بالكلى تحتيها ب 2 سنتي بكون في صوت غير، إذا مشكلة بالقلب. وحدد رسم خريطة، بس بتجيب واحد بتصير تطبل له على كرشه في منطقة معينة، بتعرف هون الكبد هون الكلى هون القلب هون المرارة هون الطحال، اللي بكون صوته أجوف بيعرف فورا وين المشكلة جاي. يلي عنده سرطان في محل معين بيعرف انه موجود بالجسم، وضل يوسع يوسع يوسع. تلميذته روث درون، وشوفوا شو عملت كيف عالجت كل الأمراض ووصلت لطريقة. هولدا كلارك عملت السينكرومتر عملت الزابر، روث درون عملته بس أقوى كتير. بالثلاثينات ضاع هذا العلم. بدنا ندور مع بعض حتى نجمع مع بعض ونكون صادقين، مش مثل الام ام اس مجانا موجود لكل الناس والعلم على الويب وعلى الانترنت، بس اللي ما بيستاهله ما راح يستفيد منه. في دكاترة هلا عرفوا قيمته، بقول لك بعطيك هاي الكبسولات ب 5000 دولار بتصحح السرطان، هذا دواء جديد. بجاهلنا لانه بناخذ الدواء ما بنسال شو فيه، لما يجي طبيب يعطيك دواء. اورجون بوكس عندي اياها على البلكون بتكلف 1000 او 1500 دولار، عم بيبيعوها ب 200000 بأمة العرب، لأن بيحط لك حجر من هون وهيدي المازه من هون وهيدي هيك و 300000. هي طاقه الكعبه، طاقه المربع، بتحط المريض فيها ربع ساعه خلاص بيطلع عم بيمشي. حطيت طفل مشلول حطيته بحضني طلع عم بيمشي صرخ امه شيطان شيطان، رجع وقع. شحط الام حطيت الولد طلعت لنا بيطلع لبرا، انت الشيطان. في طاقه انرجي اوف فور وصله الارحام، بس العرب ما بدهم يقروا، جيبوا لي كتاب عن هيك ايه بيروحوا. نعم كلام فيهم. ويليام كوخ شو عم بحكي هون؟ ويليام كوخ مش تبع انرجي لا كيميكال، طبيب كيميكال 100% يعني زي ما هلا عايشين الناس. شو حاطط؟ الميديسنز يلي ممنوع واحد ياخذهم لما يكون معاه كانسر سرطان، على راسهم الاسبرين. هاي اللي بحطوها. في طبيب بقول لك لا خذ بين كيلرز، اي شيء بيشيل الالم ممنوع ياخذه مريض الكانسر. طب هذا طبيب وعالم وما بتتخيله شو عمل، ليش حكى هيك؟ وين العلم تاعه؟ شملنا فيه كله. الاسبرين ممنوع، البين كيلرز ممنوعين، السليبنج بيلز ممنوعه، اي شيء بيدخل فيه البتروليوم برودكتس، الفازلين، الجليسرين، كل هاي الشغلات. كلمه انتي بيوتيك ممنوعه، فاكسينيشن ممنوعه، كبوا بهالعرب هالادويه، والعرب جرب، حفات عراتنا تطور في البنيان، لم نعرف ناكل، لم نعرف ننام، لم نعرف نلبس، مليارين عربي حشونا يلا قتلون. بوباما سمينا ناتشرال سيلكشن، مسلحه. لانه ما بنشوف، فهلا الانترنت موجوده، اي شيء بتاخده خلص كبسه زر اقعد تقرا، مش تلفليني بتصححيني تاجي لعندك. نفس الشيء اللي بتيجي واحده بتاخذ دوره عشان عندها مشكله، بعد 5 سنين تلاقيها نفس المشكله وبدها تاخذ دوره ثانيه كمان، طب شو سويتي؟ والله مش عم بقدر اوقف الدخان. نفس المشكله،
إذا أنا ما عم بقدر أسيطر على حالي. خدي أمويتي أخدي، أنا ما له المطرح عندي بيتي مش مقبرة، خلي بطنك مقبرة وتحطوا فيها كل هالأمويت. أنا ما عندي مجاملات أبدا، وماني عايزة تكون، ماني عايزة حدا أبدا، لا ماديا ولا معنويا ولا شعرة ولا بقرة. إذا السخيف بيركض وراكم، ماني سخيفة وماني خفيفة وماني ضعيفة. 99% شيلهم، قال لهم ناتشرال سيلكشن، العرب شيلهم. حكينا عن الكبالا اند ذا باور اوف دريمينج، حكينا عن الكبالا المره الماضيه. هاي كثير موهوبه اللي كتبت هالكتاب، لانه عندها كيف بنحس انه عندها اليمين مع الشمال مدموجين مع بعض، فبتكتب علم ببويتري مدموجين مع بعض. كثير حلو هالحكي. بتحكي بالكبالا قاعده، وكثير قريب للي عم نقول فيه كيف الايموشنز بتطلع وهيك. مو صدفه انه العلماء كلهم بيحكوا نفس الحكي، بس بتركز على يعني انفعال، انفعالات مش افعال، ما فيها تفاعل، انفعال. بدي اروح بالدم نفديك يا لبنان، مات في سبيل الحقيقه، الله هيك راد. انتبه دائما اذا في اي نوع من الانفعال حتى لو كان بالظاهر انه حب، هذا هو عكسه. تم اي انفعال هو عكسه، يعني لانه التنين بيردوا لبعض. بحب كثير اليوم بكره بكره كثير. الرحمه بالنص، هاي اللي بنوصل لها. محمد شو كان عنده؟ رحمه، رحمه للعالمين. العالم دائما بيتفرج بوجهك، اذا شاف فيك نتفه انفعال حتى لو كنت انت عم بتحاول تعمل شيء منيح بردك، بضربك بالسيف، لانه بدك تكون بالوسط، ما تعمل لي انفعالات. معناته اليوم بتحبني وجاي تقدر، بكره بتكون ضدي اول واحد. بيشوف الوجه من سمعين، تعرفون هذاك الزبده منين في، عم بجامل هذاك الكبون. جوردن ماكسويل كان في له وحده من المحاضرات طلع على اساس انه يحكي، بلشوا بيقولوا له احنا بنقدرك واحنا بنحبك وانت مش عارف شو، انت مثل النهر اللي بينهر ومش عارف شو كذا هيك. وقف قال انا ام نوت امبرست باي ايموشنز، قال لهم ما بتعجبني الانفعالات، لانه ابراهيم لينكولن كثير قدروه بنفس اليوم اللي قتلوه فيه. فيعني انتبهوا من الانفعال، هي زينوا اقوالكم بالافعال وبالاعمال، والله معكم وسامحونا.